معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اثينا دبلوماسي والاكاديمي العراقي السفير فاروق الراوي، مرحبا بك. اذا عندما يعترف قيادي بحزب الدعوه ان علاقه بغداد الاقتصاديه مع طهران ستستمر من تحت الطاوله بحسب تعبيره، الا يعد ذلك خرقا للعقوبات الامريكيه ام انها ستصنف يعني في اطار الدعايه السياسيه؟ في الحقيقة هي لا توجد عقوبات جادة اقتصادية أمريكية على إيران مثل ما كانت مفروضة على العراق، حينما كانت القرارات اللي صدرتها أمريكا وغير أمريكا على العراق تم تنفيذ العقوبات الاقتصادية بشكل كامل، وتم وضع مراقبين، ونفذت الدول المجاورة قبل الدول البعيدة، ولكن في حالة إيران لا زالت العقوبات غير مفروضة بالشكل الطبيعي، والعلاقات مع العراق علاقات التجار حسب معلوماتي التجارة مستمرة والتبادل التجاري مستمر، فلم يحصل أي شيء يعكر صف هذه العلاقات. نحن نستغرب أيضا من هذه التصريحات، يعني إذا كانت الإدارة الأمريكية بحسب المعلومات الواردة قد قررت استثناء العراق من التعامل مع إيران في قطاع النفط، لماذا إذن تخرج هذه التصريحات إذا كان هناك استثناء أمريكي بقطاع النفط؟ وأنا باعتقادي عندما تكون هناك استثناءات لدول النفط، يعني عندما تستثنى بعض الدول في تصدير النفط لمدة 6 أشهر ويستثنى العراق، هو بالتأكيد راح يكون أنه هو خرق هو حتى يتم الخرق بشكل قانوني وبشكل رسمي تستثنى دولة من الدول، وعن طريق العراق يتم تجهيز كل المواد المسموحة وغير المسموحة. طالما السفارة الإيرانية هي الحاكم الفعلي في العراق والسفير الإيراني هو الذي يقرر ما يجب إقراره في أي قرار للحكومة العراقية، فإذا القرارات العراقية باعتقادي هي غير مجدية سواء كانت للعقوبات أو لغير العقوبات. يعني برأيك أن هناك اتفاقا أمريكيا بهذا الخصوص، ولا يعني تمثل هذه التصريحات أي استفزاز للولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم لا تمثل، وأمريكا على دراية وهي قريبة من خلال سفارتها ومن خلال قنصلياتها المتواجدة سواء ومن خلال رجال المخابرات الموجود ومن خلال الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية، تعرف حجم الصادرات والواردات سواء من إيران إلى العراق أو من العراق إلى إيران، ولذلك هي لم تمانع ولم تمنع، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي. كنا نعلم أن الميليشيات اللي تدخل إلى سوريا وإلى العراق وإلى والساهم كلها كانت تدخل بشكل واضح وصريح وبطرق غير سرية، سواء عن طريق الطيران أو عن طريق البر، وبرضا أمريكي وبغض النظر من قبل الجانب الأمريكي. إذن ما تأثير ذلك على اقتصاد العراق؟ العراق باعتقادي أنه العراق إذا نجي ناخذ الموازنة لعام 2019، الاقتصاد العراقي بالأساس هو منهار، لا توجد صناعة حقيقية ولا زراعة حقيقية ولا يوجد تخطيط مسبق لكل شيء ولا توجد معالجات حقيقية، ولذلك يعتمد على الاستيراد من إيران ويعتمد على الاستيراد من تركيا ويعتمد على الاستيراد من دول أخرى، دول سواء كانت صديقة أو غير صديقة، ولذلك السوق العراقي دائما مملوء بالبضائع الأجنبية وبكل البضائع، ليست فقط سلع المواد الغذائية أو الطبية، أو هو الاقتصاد العراقي الآن اقتصاد يعتمد على الاستيراد بشكل أكثر من 90%، ولذلك إيران تجد بهذا الجانب مجال واسع للتبادل لزيادة حجم التبادل. شكرا جزيلا لك هاتفيا من أثينا دبلوماسي والأكاديمي العراقي دكتور فاروق الراوي.